لم تهتم هذه الحكومة بالأسعار التي تتزايد يوما بعد يوم، لم تهتم هذه الحكومة بالتشغيل، لم تهتم هذه الحكومة بالأطباء الذين يتظاهرون. لكن هذه الحكومة اختارت شيئاً آخر، شيئاً آخر هو التقليص من حق المواطن أن يدافع عن نفسه، وخلقت له من كل العوائق والإشكالات التي تترجمها اليوم في نصوص لتجهز بصفة نهائية على شيء اسمه العدالة. لكن دون أن تعلم على أن المغرب اليوم يفتح استثمارات كبرى ليصبح المغرب ذلك البلد الذي تعبر عبره أوروبا إلى أفريقيا، والمغرب ينتظر استثمارات كبرى، مونديال، ميناء ديال الكهنة، ما يقع اليوم في الساحل. هذه الاستثمارات الكبرى سنقول لذلك المستثمر لن تستطيع أن تنفذ على الجماعة التي ستتعاقد معها، لن تستطيع أن تنفذ حكمك على الدولة التي ستتعاقد معها، لن تستطيع أن تنفذ أي حكم. هذا هو الحكومة اليوم، هذا هو القانون، هذا واحد نظرة أخرى في القانون، نظرة حقيقية القانون سياسية غير قانونية قضائية تشريعية، كلشي تكلمنا عليه. الشق السياسي اليوم موضوع على الحكومة جاوب عليه، كيف يمكن أن تشجع على الاستثمار الأجنبي وأنت ستقول لهذا المستثمر الأجنبي الذي سيدخل المغرب وسيريد أن يستثمر في الميناء داخله وسيريد أن يستثمر في المونديال اللي حنا كنتسناو وغندخلوا واحد عدد كبير ديال الشركات، جمع الدار البيضاء تعاقد معها ما تنفذش عليها، جيل المجيل الا غتجي تقاضي راسك محامي راه يلاه عنده الحق يبلغ السبعه ويمشي بحال هكا. نقدم صوره بشعه على بلادنا في تراجع غير مفهوم عندما نقارن وضعيه الحكومه الحاليه ووضعيه الحكومه التناوب وحكومه درج جطو. نعود الى القسطره الجنائيه، ونعود الى قانون المهنه، ونعود الى قانون الشركات، ونعود الى قانون الملكيه المشتركه، الملكيه حمايه الملكيه الصناعيه وقانون الملكيه المشتركه. لنلاحظ انه في تلك الفتره كان المواطن في قلب التشريع. اهتمام المواطن هو الاشكال والسؤال وهو الجواب معا. اليوم المواطن غائب، غيبه هذا القانون، غيبه اطلاقا. الهم الكبير للحكومه كثرة الملفات، بما أنني أنا الحكومة لا أستطيع أن أستثمر في الطاقة البشرية وأفتح المجال للقضاة وأكون القضاة وكثر الضبط، إذا القاضي الذي يحكم 5 ملفات يجب أن يحكم 1000 ويحكمه في أقرب وقت. وأصبحت المحاكم كالشركات، شهر 7 حل فونتير في الشركة، في ساعة مدولة مدولة يحكم كما الطفل، كما الطفل. لا أمل في حماية الحقوق والواجبات لعب الدولة. الشيء الذي غير مفهوم بقدر ما أتى الدستور، لماذا بالعنوان الذي اخترناه سعادة لم تكن في دستور اليوم قال الحقوق المتقاضية التي كانت في الدساتير السابقة. كيف يمكن للحكومة اليوم، القانون يقول لها يجب عليك أن تحمي حقوق المتقاضية، وهي تقول أنا لا أهتم بالمتقاضي أصلا. أما الهجوم على المحاماة فحدد ولا حرج، سنصبح كل محامي عنده مهمة واحدة، يهز السلاح ويعطيها للمفوض القضائي. ولكن كاين واحد الكلمة تما ما كنردوش على البال، قصد التبليغ، وإلا عدم قبول، حيث إذا ما تبلغش مجهول عدم قبول. يعني حنا غادي نوليو ماشي غير مساعدين المفوض القضائي، غادي يكونوا مسؤولين على التبليغ. راك الفصل كيتكلم على التبليغ، ما كيتكلمش غادي السلعه وترجع تطي ونديروا مسطره تقيم الموضوع انتهى. ملي كتنزل المقال كتولي عليك واحد المسؤوليه خاص تبلغوا في المكان. جوج، المكتب ديالك يتبلغ له الاحكام التمهيديه، تكون الخبره بدرهم او لا تكون ب 10 المليون وعندك اسبوع باش تخلصها.
المشكل ماشي هو هذا، المشكل هو ان الخبير لن يستدعي، الخبير سيستدعي الاطراف والوكلاء وما يقولوش ديال الوكلاء والمحامين، لا، لانه في 31 اليوم فيه المدعي والوكلاء، وكنفهم الوكلاء المحامي، هذا 76 اللي جا فيه المدعي الوكلاء والمحامي ثلاثة، بمعنى الوكلاء ماشي المحامي، الوكلاء هو داك اللي سموه الحواشي وخالته وجداته وداك الشيء يزادوها حتى في المرتبة الرابعة، والمحامي لا يحضر في خبرة ولا في بحث ولا في أي شيء من هذا الأمر. فإذا السؤال اليوم إلى أي مدى هناك حماية للمتقاضي وليس حماية للمحامي؟ نحن كل يوم ما سنصبح متقاضين في نزاعنا وفي قضائنا مع إدارة ومع غيرها. هذا الهم المتقاضي غيبه هذا القانون بصفة نهائية ومطلقة بدون أي شيء. الذي يقرأ عندما نقرأ المشروع أخذنا واحد درون وطلينا عليه من فوق، كل إدارة كتبت فيه ما تريد حماية لمصالحها، ولم تقم وزارة العدل بالدور التنسيقي المفروض فيها أنها تلائم هذه الأشياء. أتت الإدارات وقالت أنا عندما يصدر حكم ضدي وأمارس النقد يقع يوقف التنفيذ، لكن عندما أنا الإدارة وقاضي مواطن لا يوقف التنفيذ النقد. جاء المحافظ وقال أنا القرارات ديالي غير قابلة للطعن، قالوا له أمين. جات وزارة الأوقاف وكتبت أنا القرارات ديالي غير قابلة للطعن، قالوا له أمين. جات النيابة العامة وكتبت واحد المادة 17 اللي ما عرفتش غتسالي، وقال على أن يمكن للنيابة العامة أن تطلب بطلان الحكم، ماشي تتعرض ولا تستأنف ولا إعادة النظر، لا، تطلب بطلان الحكم الذي أصدره قاضي لمخالفة النظام، بمعنى ذلك القاضي كان قاصر وحكمت واحد الحكم لما يسب النظام العام. وسيأتي النيابة العامة، والسؤال اليوم شكون هي النيابة العامة؟ شكون هي النيابة العامة؟ بكري كانت النيابة العامة تابعة لوزير العدل تابعة للدولة، اليوم شكون النيابة العامة؟ الوكيل العام يسأل، هو الذي سيقرر النظام العام في البلاد، والذي سيقول هذه القضية في نظام العام وهذه القضية في نظام، هو شخص ذاتي، شي مؤسسة، شخص ذاتي، غدا سيقرر في هذه القضية نظام العام، إذا أطلب بطلان الحكم، ما كيقولوش الطعن، القاضي اللي عنده الميل خصو يصرح بطلان الحكم، لأن غادي يقول له في المذكرة ديالو مخالف النظام العام، أنا النيابة العامة كنعتبر هذه القضية مخالفة للنظام العام، خصك تحكم بطلان الحكم، ماشي على أساس القضية التقديرية باش تقول ماشي بطلان. لأن الذي يحدد البطلان هو النيابة العامة وليس القاضي الذي سيحكم في الملك. فإذا كل طلب سيؤدي إلى بطلان الحكم. لكن إشكال العواش الذي ما فهمتش أنا كيفاش كتبوه، هؤلاء الناس وضعوا هذه المادة في المسطرة المدنية. والمسطرة المدنية تعتبر من قوانين الشكل. وقوانين الشكل لا ينطبق عليها عدم رجعية كما قالت هذا السيد نقيب. إلا داز القانون نبطلوا أي حكم من حكم الاستقلال اليوم. النيابة العامة عندها الحق تطلب بطلان أي حكم من الاستقلال اليوم، لأن بدون أجل كان الطرف ولا ما كاينش طرف، يكون وكيل الملك دايز من شي حكم يبلوه، يمكن يطعن فيه، ربما وهذه الواقعة كرة أخرى كنبغي نعاودها لأنه مفيدة شوية في المقارنة، ربما وقعت واحد الواقعة في فرنسا وأرادوا أن يجيبوا أو يماثلوا ما وقع في فرنسا، في فرنسا كان فرنسيين ولكن مسلمين، ديما كنعاود هذه القضية. جوجو في العقد اللي هات هو الله يهديه هو فرنسا كتب لها عذراء، مني دخل بها قام ماشي عذراء، مشى للمحكمه قال له عند القاضي المدني مع انه في مقاضاه اخرى، القاضي المدني كيحكم في الكراهه والشرع حكم في هذه القضيه، الله يخليك انا اتفقت مع السيده عذراء ماشي عذراء، القاضي بكل بساطه قال بطلان العقد، يتخلف في الشرط الاتفاق، داش الحكم سمعته الصحافه تقلبات فرنسا، عذرا معنا احنا ما عندناش ماشي شتي اتانت ان اوتر مود دو في. وزيرة العدل التي كانت هي المغربيه ديالنا بالنسبه لها رشيده داتي تقطيعها عندها مشكلين، عندها المشكله كوزيره عدل وعندها المشكله انا مغربيه ومسلمه وداك الشيء،
واش بغيتي تدخل لنا الاسلام اليوم انتما تبعثوا انتخابات اخيره كيف وقعت؟ اذا كانت فوضى صحيح خصها حل. عيطت الراجل باش يطعن، عيطت المراه باش تطعن، بغى يطعن. كاين المشكل، قال الحكم شو دار؟ عطات التعليمات للوكيل العام وطعن الوكيل العام ولغات المحكمه العامه. ما كاين لا استقلال القضاء ولا ولا. ربما كفهمت انا قلت ربما تكون عندنا شي حاله حنا شي حكم يكون فيه شي اشكال ولكن محرر الماده 17 كي قال ولا سيد الرئيس ما رضش ما نقولوش ما رضش لا راه كاينه في المسطره الوكيل العام وزير العدل راه عنده الصلاحيه يطلب بطلان الحكم من طرف المحكمه كاينه في القانون شي حاجه غريبه 17 لكن المشكل الكبير شكون هو فيه اللي باقي خصهم يجاوبوا عليه نحن نتكلم عن النيابة العامة في المدني القانون اللي دار نقل الاختصاصات من عند وزير العدل الوكيل العام في الدعوة العمومية قانون 33/17 ما قالوش في المدني إذا شكون هي النيابة العامة في المدني اللي غتدخل فين كاينة شكون مولاها شكون كيتحكم فيها المادة 17 خلقت من المشاكل أكثر ما خلقت من الحلول لكن اللي كيهمنا كيهمنا هذا الجانب كبير قوي اللي ما كنعرفوش الاثار ديالو كيف غتعطي ولكن كيهمنا كذلك ان المتقابل وباش نسدو في حقيقه كيف نقولوا بالدارجه نسدو بزاف الفم انا تنقلت انا والسيد رئيس الجمعيه استاذ زياد اجتماعي مع وزاره العدل ودينا له اقتراح شوف اذا كنتم تدافعون عن النجاعه القضائيه وعندكم مشروع الرقمانه انت كتقول لي رقمانه وكتقول لي المسطره الشفهيه دابا ديك المره اللي غتجي غنقول لها الحاج ما يجي معاك لادريس ميل ديالي بحال واحد القاضي كان حكم بواحد الميل في عدم اختصاص قالت له السي واحد المره مسكينه قالت له شنو هو اللي قاعد عدم اختصاص بغى يشرح ليها نقول لها الحاج ماشي شغلنا قالت له شغل من وليدي باش ننميو النجاعه القضائيه والرقمانه كتقتضي ان القاضي يكون امامه محاور فنزلنا رسالة وكنتنظروا أن يجاوب عليها وزير العدل المحامين النقابة مستعدون للنيابة في كل الملفات في إطار المساعدة القانونية اللي عنده الإمكانيات يخلص اللي ما عندوش الإمكانيات المحامين غينوبوا عليه إلا بغينا نديروا نحميو بالنجاعة المهنية ونديروا تقدم في القانون عدم الجواب على هذه القضية يعني أن الأمر يتعلق بهجوم على هذه المهنة ننتظر الجواب يقول لي انا لان هذه الفكره مبدا ماشي ديال الحكومه الحاليه هذه الفكره بدات 2015 حق القضايا الاسرى وداك الشيء ما كاين لاش نديروا فيها المحامي لان المراه مطلقه ما كاينش وشهاده قضائيه المراه مطلقه وتحملوا المسؤوليه اليوم كيتكلموا على يفرقوا المحكمه الاجتماعيه من المحامين اليوم المحامين حاصلين في التصريح ماده 62 واش بلغتي واش درتي المحضر واش درتي لي التاريخ كل قرار في شكل غادي نقول لذاك الاجل المسكين اجي بوحدك للمحكمه راه يعطيك الحقوق ديالك اذا الهم ديال المتقاضي غير في هذا المشروع وهذه مسؤوليه الحكومه اليوم انها غادي تمرر واحد القانون اللي غادي يحكمنا 100 عام او 50 عام وثانيا انا شخصيا وبزاف ناس ما فاهمينش واش كل خمس سنين تجي حكومه تبدل جميع القوانين في البلاد قال لكم الان السيد رئيس اللجنه سي بعزيز فرنسا القانون راه كيرجع 1803 وكيبقى الفصل معدل 60 70 مره حنا كل وزير كيجي يخصو يدير جميع القوانين واش الرغبه هي يحمل القانون التوقيع ديالو باش يدخل للكلام او كاينه شي رغبه انه تحصين ديال الحقوق الدستور اليوم وان اعطى الصلاحيات ديال تشريع الحكومه اعطاها سقف ممنوع رجعيه القوانين ممنوع تمس الحقوق المكتسبه هذا هو الفصل 6 والمساواه بين الاطراف لا شيء في هذا القانون ولهذا من الاخ دريس كيقول تغول الحكومه كيبان لنا اليوم التغول ديالها لانه لا معارضه سي رئيس ديالنا حاضر معنا معارضه اليوم ما يقدرش يمشي للمحكمه الدستوريه تعيز ما يقدر يمشي للمحكمه الدستوريه فاذا اذا لم تعدل الأغلبية برئاسة رئيس الحكومة هذا القانون لما يلائم الدستور سيمر كما هو بعيوبه وبمشاكله
لان شنو المشكل اليوم في قاع عند المواطن العادي؟ المواطن العادي باغي حكم ينفذ، يعني كاين عندنا مشكل التبليغ ومشكل التنفيذ ومشكل الحكم يكون مطابق للقانون. واحد المجهود دار قوي وكاين في القانون ديال التنظيمي ديال الجزائر ديال العمل، وانه القضاة عندما كيحكموا كيختلفوا. حنا في الابتدائيه الدار البيضاء عشنا شحال من حالات ملي كيحكم شي ميل في واحد المستشار كاين اللي خرج يقول لك انا ما نطفقش معكم ولا شحال من ديال. جا واحد القاعده مهمه اللي كانت عليها واحد المعاني، القاضي الذي لا يتفق كيدير الراي المخالف ديالو. جات المسطره المدنيه ولغاتو وردتنا الوضعيه السابقه. هذا المشروع ليس فيه اي شيء يمكن ان يسمى ايجابي الذي يمكن ان يطور. انا اظن على انه سيؤثر اولا على الاقتصاد ديال بلادنا وسيؤثر على المستثمر الاجنبي الذي نريد ان يشتغل في بلادنا لما فيه المشاريع الكبرى التي يستعد المغرب للدخول فيها، لانها مسطره تقلص من حق المتقاضي في الدفاع وليس من حق المحامي.